والخمسة رجال يعني من خمس أصباط، ورقم الخمسة ده رقم البركة. ربنا لما بيبارك بيبارك في الرقم خمسة. إبراهام كلمة تتكون في العبري من أربعة حروف، راح الله ضاف لها حرف خامس وبقت إبراهيم حرف الهي، وبقى اسمه إبراهيم، وقال له تكون بركة. والمسيح يسوع لما أكل الجموع الخمسة آلاف، هم خمس آلاف أكلهم من خمس خبزات. والشريعة بتاعت اليهود تتكون من خمسة أسفار. والراجل اللي كان عند بيت حزدة كانت البركة لها خمسة أروقة، خمسة استراحات، فأخذ خمسة من إخوته وأوقفهم أمام فرعون. عينة البركة بتاعت الشعب اللي المصريين ما بيحبهمش، بيظنوا إنهم رجسين. قال فرعون لإخوته: ما هي صناعتكم؟ قالوا: عبيدك رعاة غنم، نحن وأبائنا جميعا. كلمة نحن وأبائنا يعني أبا عن جد، إحنا مناش غير الخروف. الخروف ده هو اللي هيفدينا أو هو اللي فدانا، والخروف ده هو اللي رعانا، هو ده حمل الله اللي هيحمل خطية العالم كله. رعاة أغنام، أباء نحن وأبائنا جميعا. هم قالوا الفرعون: جئنا لنتغرب في الأرض إذ ليس لغنم عبيدك مرعى. بيتكلموا على الغنم، ما جابوش سيرة البقر. لأن الجوع شديد في أرض كلعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جسام. أنا بحب المزمور 23: في مراعي خضري يربضني، وإلى مياه الراحة يوردني. تكلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وأخوتك جاءوا ليك، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك. يعني أحسن أرض تعجبك سكن إخواتك، بس راعي مشاعر المصريين، ليسكنوا في أرض جسان. وإن علمت أن يوجد بينهم ذو قدرة فأجعلهم رؤساء على مواشي، مش على غنمي. هو ما عندوش غنم، المواشي بقى البقر والجاموس والخيول، إن كان منهم ناس أجعل منهم رؤساء على مواشي التي لي. ودي النقطة الأساسية اللي يوسف خطط لها وعملها، ودي بتورينا إن يسوع خطط لنا الخطة دي. أي نعم، نحن رجس قد وضع العالم في الشرير، بس لست أن تأخذهم من العالم، أن تحفظهم من الشرير. يحفظنا إزاي؟ يسكننا في أرض جسام، يخلينا نشبع بيه، يخلينا لا نشاكل أهل هذا العالم، نخلينا عارفين إن لو كنا من العالم كان العالم يقبلنا، لأنهم إذا كانوا رفضوا العود الأخضر فكم وكم بي أنا وأنت العود اليابس. الصورة الجميلة.